يا اهلا بحضراتكم مره اخرى. عايز اقول لكم الضيف اللي معايا بعد لحظات عبر زوم هو واحد من اساطير كره القدم الالمانيه. هو بطل كاس العالم 1990 ووصيف كاس العالم 1986 و1982. في وقته وحتى هذه اللحظه يقال عنه انه امهر لاعب في تاريخ المانيا، اللاعب الحريف. في وقته كان فيه دييجو ارماندو مارادونا اسطوره الاساطير، كان في الارجنتين. الناحيه الثانيه في المانيا كان فيه هذا اللاعب ضيفي في هذه الفقره عبر زوم، بيتر لتبارسكي، واحد من اساطير كره القدم الالمانيه والمنتخب الالماني والمتوج بكاس العالم 1990. يا فندم مشرفني ومنورني في برنامج رقم 10 على التلفزيون المصري. شكرا جزيلا. حتى هذه اللحظة عند التعريف بك يقال أنك أحرف وأمهر لاعب في تاريخ الكرة الألمانية، اسم كبير واسم عظيم في تاريخ الكرة الألمانية. وعايز أبدأ بالماضي قبل ما أبدأ بالحاضر. الماضي، أي بطولة هي الأعظم في تاريخك، البطولة اللي استمتعت فيها باللعب بكرة القدم؟ يا نعم بكل تأكيد. أعتقد أن واحدة من أهم البطولات هي كأس العالم في 90، كانت من أهم البطولات بالنسبة لي التي استمتعت بها. في هذا الجيل كان هناك كثير من عظماء الكرة الألمانية، وأنت في هذه البطولة شاركت في 6 مباريات. أي اللاعبين تتذكرهم بشكل جيد جدا من زملائك العظماء في المنتخب الألماني؟ ماتيوس، كلينسمان، أندريس بريمن. هناك لاعبين كثيرين، لاعبين أيضا أساطير أعتز بهم وبصداقتهم وزملتهم في هذا الوقت. حتى هذه اللحظة فيديوهاتك على اليوتيوب ولقطاتك التاريخية في كرة القدم ومهاراتك الكبيرة يتشايرها الناس، وطول الوقت الناس تتحدث عن مهاراتك. لماذا المنتخب الألماني عادة لا يظهر لاعبين بالمهارات الفردية؟ يعني دايما المنتخب الألماني عنده لاعبين بدنيا أقوياء جدا، عندهم من السرعة الكافية، ولكن المهارات، مهارات كرة القدم دي ما جاتش كتير في نجوم في تاريخ المنتخب الألماني، لماذا؟ أنا أعتقد أنني شخصيا زاملت لاعبين كثيرين من أمريكا الجنوبية واستمتعت باللعب معهم، مما ساعدني في هذا الظهور والتألق وتطوير مهاراتي في ذلك الوقت، وهذا أهم عنصر ساعدني في الظهور بهذا الشكل. طبعا انت ظهرت في وقت كان في الأسطورة دييجو أرماندو مارادونا، وكانت المنافسة بينكم كبيرة في هذه الفترة وهذا العصر. في هذا الوقت في 86 عام 86 لعبنا في الأرجنتين. مارادونا نعم لاعب سوبر، لاعب أسطوري كما نعلم. في هذا الوقت هذا الجيل كنا نمتلك أفضل العناصر وكنا نمثل فريق قوي، وظهرنا بشكل رائع جدا في الأرجنتين حيث وجود مارادونا، وفزنا وظهرنا بشكل جيد جدا امامهم في هذا الوقت. في هذه الفتره، فتره الثمانينات حتى اوائل التسعينات، كان المنتخب الالماني في منتهى القوه. لماذا تراجع المنتخب الالماني في وقتنا الحاضر بعض الشيء في البطولات العالميه والبطولات الاوروبيه؟ انا اعتقد كان لدينا لاعبين ذو خبرات كبيرة في وقتنا وفي الجيل ومع الجيل الذي لعبته معه، ولكن في الأعوام الأخيرة قام المنتخب الألماني بتبديل لاعبين كثيرين وليس هناك استقرار على تشكيلة واضحة ومعينة، وهذا سبب من الأسباب التي أدت إلى ظهور المنتخب الألماني بهذا الشكل السيء. هل هانز فليك يتحمل جزء من المسؤولية في تراجع مستوى المنتخب الألماني في الفترة الأخيرة، أم هو عدم وجود كثير من المواهب في المنتخب الألماني في الفترة الحالية؟
أنا أعتقد بعد ظهورنا الرائع في كأس العالم 2014 وتتوجنا بهذا اللقب، بعد ذلك مباشرة لم نظهر بشكل جيد. ليس الأمر يرجع إلى هانز فليك بشخصه، ولكن أنا أتحدث عن المنتخب الألماني منذ ذلك الوقت، منذ كأس العالم 2014 حتى الآن. أصبح المنتخب الألماني في مأزق، وللأسف ظهر بشكل سيء جدا في هذه الأعوام الأخيرة.